التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان. في هذه اللحظات أعلنت انطلاقة شوطنا السادس عشر بمجموع الأشواط. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة. تقدم مع المركز الأول خصيصا للجعدان اللقاية. انطلق مع هذه الأسماء والشعارات. مصدع المركز الأول لسمو شيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني. من يتابع مصدع في عملية تضميره وتدريبه. وليف القادم على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. يابر بن صبيح الوهيبي في المتابعة. المركز الثالث حشيم القادم لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي في المتابعة. والمركز الرابع المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات. يتسلل سمران القادم لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعة. المركز الثالث المركز الرابع هنا يأتي مشغل لسمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر لينيبي في المتابعة. المركز الخامس يأتي الغزال يتقدم لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعه. والمركز السادس ياتي شاهين من هجن العاصفه في هذه اللحظات. القادم والمتقدم بمتابعته غياث الهلالي. المركز السابع ياتي في هذه اللحظات شاهين من هجن سيح السلم السهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي في المتابعة. على المركز السابع هكذا هي النتيجة. هكذا هو الندانة للسبع المراكز الأولى الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات. ما بعد اندفاعة كل الشعارات والمؤسسات نعود إلى الصدارة. نعود إلى التغيير. نعود إلى مشغل على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر بن سعيد الينيبي يتابع بو يابر انطلاقاته مشغل وتحدياته على المركز الأول. المركز الثاني وليف القادم لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. يابر بن صبيح الوهيبي في المتابعة. والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات الغزال القادم لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعه. والمركز الرابع وغادرنا لوحه الثنين كيلو متر حشيم القادم على رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي في المتابعه. المركز الخامس يتقدم سمران لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعه. وسادس مراكزنا شاهين من هجن العاصفه القادم في هذه اللحظات والمتقدم بمتابعته غياث الهلالي. ومركزنا السابع ياتي شاهين من هجن سيح السلم سهيل بن مبارك بن مرخان الاشتبي في المتابعه. هكذا هي النتيجه وندانة ثاني لهذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات. المنعطف الأخير بدأنا بالاستدارة إلى المقصورة الرئيسية وإلى خط النهاية
ولا زال في المركز الاول مشغل 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 على المركز الاول. قيابر من يتابع مشغل في هذه اللحظات لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر الجنيبي من يتابع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ولكن الغزال 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 القادم على المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن احمد بن عبد الملك. الكيلو الاخير اجنى العاصمة القادمة على المركز الثالث في هذه اللحظة مقدمة انطلاقات شاهين بمتابعة غياث الهلالي. ثلاثية في المراكز الاولى وفي الكادر العلوي في هذه اللحظات. على المركز الاول مشغل لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر الجنيبي في المتابعة. المركز الثاني الغزال لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن احمد بن عبد الملك يتابع. والمركز الثالث شاهين من هجن العاصمة القادم في هذه اللحظات. المتسلل من المركز الثالث الى المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة. ما شاء الله الناموس حاير وطاير ما بين هجن العاصفة وغياث وما بين بويابر ومشغل لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. ما شاء الله تبارك الله عرض جميل في اللحظات الأخيرة 200 متر أخيرة. تصلنا عن نهاية هذا الشوط قصة مساري هذا الشوط. مشغل مشغل على المركز الأول مشغل وطار بهذا الشوط. تهانينا والناموس لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. تهانينا والناموس لمحمد بن يابر الجنيبي. المركز الثاني شاهين من هجن العاصمة على المركز الثاني. المركز الثالث الغزال لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. المركز الرابع وليف لاسمه الشيخ محمد بن خليفه بن سيف آل نهيان. المركز الخامس وصل سمران لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. هكذا هي النتيجه هكذا هي الاسماء مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني وساعه وصول مشغل 7:44 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. تهانينا وناموس لمحمد بن يابر لنيبي. المركز الثاني 7:44 7 اجزاء من الثانية شاهين من هجن العاصفة. تهانينا وناموس لغياث الهلال. المركز الثالث نتابع المركز الثالث والتوقيت الزمني في هذه اللحظات اللي وصلنا على المركز الثالث الغزال 7:50 جزء واحد من الثاني. تهانينا وناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. تهانينا وناموس لمختار بن احمد بن عبد الملك. تهانينا والناموس للجميع.